همك وأن يرفع شأنك وأن يبارك في حالك وعملك ومآلك وأن يجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا إذا ما وحدت الله واستقمت على شرع الله. استمع إلى قول الله تعالى في قرآنه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. وماذا تريد من الدنيا؟ وماذا يشغل ويشغل بالك في الدنيا إلا السعي على معاشك ورزقك؟ ثم قبل ذلك وبعده رضوان ربك، كل ذلك مرهون بأن توحد الله وأن تقيم شرع الله عز وجل. بل وعدك الله في الآية التي تلتها فقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهو سبحانه الذي ييسر العسير، وهو سبحانه وتعالى الذي يهون الصعب، وهو على كل شيء قدير. بل وعدك ربنا عز وجل في الثالثة أن يغفر لك ما مضى وأن يرفع درجاتك ويزيد حسناتك فيما بقي إن وحدت الله وأقمت منهج الله تبارك وتعالى. فقال مولانا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل إن الله تبارك وتعالى وعد بالنجاة من كل محنة ومن كل فتنة ومن كل ابتلاء لكل من وحد الله رب الأرض والسماء واستجاب لشرع الله عز وجل وهدي رسوله خاتم الرسل والأنبياء. فقال ربنا عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فبهذه العقيدة وتلك الشريعة تكون من أهل النجاة في الدنيا ويوم القيامة. ونحن في زمن الفتن، وما أكثر الفتن، علامات الساعة الصغرى والكبرى تظهر كل يوم لتدعونا إلى الرجوع إلى الله وإلى المراجعة للنفس والاستعداد بالأعمال الصالحات التي توصلنا إلى مرضات الله عز وجل. هذه العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بين فتن علامات الساعة الصغرى والكبرى: رفع العلم وفشو الجهل وشرب الخمر وزوال العقل وانتشار الفاحشة وضياع الشرف بين الناس وتصديق الكاذبين وتكذيب الصادقين وفقدان الأمانة وانتشار الخيانة وكثرة الرويبضة التوافه الذين يتكلمون في وسائل الإعلام والناس لهم يسمعون ويبصرون في غفلة عن دينهم وغفلة عن منهج ربهم. تلك الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث من علامات الساعة رأيناها الآن، ولقد قرأنا وسمعنا في هذا الأسبوع أحد المعممين الذين فرضوا على الناس فرضا على جهلهم وعدم فهمهم وعدم درايتهم، لا بأصول الفقه ولا بالفقه ولا بشرع الله عز وجل. المدعو خالد الجندي الذي خرج بفتوى في برنامج يذاع على الملايين من الناس وتدفع له الملايين من أجل أن يبس هذه السموم وتلك التشكيكات، ليخرج بعد فتواه الإجرامية لهدم الحلال والحرام في بنيان الأسرة، وليقول بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا عند القاضي، ويريد أن يحقق ذلك في تغيير أحكام القوانين لتعيش المرأة مع من لا يحل لها إذا طلقها شفويا، وليعيش الرجل مع امرأة تفرض عليه في الزنا تحرم عليه إذا صدر منه الطلاق الشفوي،
والله يقول في قرآنه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا كانت الثالثة لا يحل له أن يعاشرها ولا أن يعيش معها ولا أن تعيش معه ولا أن تعاشره. لكن مع هؤلاء الرويبضة يصير الحلال حراما والحرام حلالا. ومن أعجب ما سمعناه ورأيناه هذا الأسبوع خروجه على الملأ بكل بجاحة ليقول بأن الإمام مالك أباح أكل لحم الكلاب لأن الكلاب عنده طاهرة. أرأيتم الكذب والتزوير؟ لقد درست الشريعة الإسلامية والفقه المقارنة 50 عاما في مصر ودول العالم الإسلامي، ولم أرى إنسانا يتجرأ على أحكام الإسلام وشرع الله مثل هذا المنكر وهذا القميء الذي أكل حراما وملئ جسده سحتا وينطق بالحرام ليبدل شرع الله عز وجل. فتنة يقع فيها أبناؤنا وتقع فيها بناتنا وأجيالنا. الإمام مالك الذي لم يقل هذا الكلام ولا نصفه ولا نصيفه، الإمام مالك إمام أهل المدينة رضوان الله تعالى عليه، لم يصدر عنه فتوى لا في شأن إباحة أو طهارة الكلب وعدم نجاسته، ولم يصدر عنه فتوى تبيح أكل لحوم الكلاب. الإمام مالك في موطئه فيما روي عنه من طريق أبي لحيعة قال بأن الكلب طاهر الجلد نجس الفم. هذا هو الكلام العلمي الدقيق اللي منقول عن الإمام مالك، لا لغى نجس الفم علشان يبقى الكلب كله طاهر، وما دام طاهر يبقى على مذهب هذا الجاهل يؤكل لحمه. ولم يقل الإمام مالك بأكل الجلد ولا أكل الجزء الطاهر، بل نسب إليه هذا التزوير. ولم يثبت عن أحد من أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم من الأئمة الأربعة ما يفيد بطهارة الكلب أو طهارة لعاب الكلب، لأن حديثا صحيحا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن، وفي الرواية الثانية إحداهن بالتراب، أفاد ذلك نجاسة فم الكلب فقط وليس باقي الجلد أو الشعر أو غيره. وهذا حكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة. يأتي هذا الجهول لكي يبدل شرع الله باسم التجديد وباسم التنوير ثم يبيح أكل لحم الكلاب. وعلى الرغم بأن الإمام مالك نفسه كان في عصره كلاب أباحها الرسول عليه السلام، 3 كلاب، كلب زراعة، كلب صيد، كلب حراسة، هذه 3 كانت موجودة، والنبي أحل ما تصطاده هذه الكلاب، كلب الصيد ما يصطاده من طير يحل أكل هذا الطير، لأن صاحب هذا الكلب يسلطه على الطير ليصطاده له بعد أن يكبر الله عليه. فأباح النبي مش أكل لحم الكلب، أباح لحم ما يصطاده الكلب. لكن المغفل الجاهل الجهول يقول بأن الإمام مالك يبيح أكل لحم الكلاب. أرأيتم التزوير والتزييف؟ أين التوضيح وأين البيان وأين الرد على هؤلاء السفهاء؟ مفيش. ويأتي يوم من الناس ينسحب الدين من حياتهم ولا يجدون من يرد على هذه السفهات ولا هذه القاذورات والقمامات الفكرية المحسوبة على الإسلام زورا. ثم نرى أيضا آيات الله في الكون من حولنا تدعونا إلى العودة إلى ديننا بكل انضباط. الزلازل التي تحدث لنا كل أسبوع، الزلازل التي تحدث في العالم أسبوعيا، إخبار من النبي من علامات الساعة أنها تكثر الزلازل ويكثر الخسف والنسف والغرق، وهذا يحدث يوميا في بلاد العالم على الأرض التي نعيشها. ولذلك قال الله في قرآنه في هذه السورة التي معنا اليوم والتي ندرس إعجازها
في أول سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فهل نقترب